اهلا بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يربي تكونوا بخير. انتما كتشوفوا هذا الفيديو ما تشوفوني شي مخربقه حيت هذا شحال ما صورت لكم شي شهر دابا. بون يمكن الفيديو يتغير يتحطوا قبل من هذا، مي زعما هذا يلاه دابا بغيت نفتتح معكم ونرجع معكم انني نهضر ونعاود لكم، فهمتوا؟ بون ما نديوش على هضره ضايع حيت شويه من كتكوني موالفه انا كتصوري كيجيك هادي كتهزي الكاميرا كتصوري كذا، ملي ما كتكونيش مولفه صافي كتنساي وداكشي كتبقاي شويه مضهشره. المهم علينا، من شافوني جالسه في هاد البلاصه عرفوا يا اما شي حاجه نعاودها لكم يا اما شنو كما قلت لكم شي اين. اليوم غادي ندير معكم اول شي اين، هادشي كامل اللي خديتو هدايا العائله ديالي في المغرب، حيت الام ديالي ملي جات وداكشي فوقاش مشاو دابا هما مشاو الاثنين، مشاو الاثنين اليوم السبت، اليوم السبت وصلني هادشي نهار، وصلوا واحد الكرتون نهار السبت ملي كانوا هنايا، وواحد جوج كراتون وصلوا حتى نهار الثلاث. المهم داكشي قلت لهم صافي غير روحوا انا غادي نصيفطهم لكم دابا، خاصني راه الربع طويل وخاصني نصور لكم فيديو ونصور لكم اسمو فيه ونقول لكم تيلا عجبتكم شي حاجه تقدروا تقداوها ويكون عندكم ان كود برومو اللي ناقص 15% على لا كوموند ديالكم. غنخليكم كلشي في صندوق الوصف ونخليه لكم حتى هنايا مكتوب تيلا بغيتو تقداو. صراحه شي ان كل خطره عندهم الميزات وكل خطره عندهم التخفيضات، استغل الفرصه وسيرتو اللي عارف لا طاي ديالو العبار ديال النيشان فريمون كتلقى كلشي. شويه كيكون صعيب لواحد ما كيكونش عارف العبار كيبقى يقول واش نديها ولا ما نديهاش، واش تجيني ولا ما تجينيش، الله ما نمشي ماكازا نيشان نقيس وكذا وكذا. مي حتى شي ان تقدروا ترجعوا له السلعه ديالها الا ما جاتكمش وتقدروا عاود تكومونديو ولا يرجع لكم فلوسكم. او ميم طو راه كاينين تما العبارات، قيسوا البنات خذوا المتر وعبروا عبروا كلشي، عبروا الصحه ديالكم الجسم ديالكم وشوفوا واش كيتناسب مع داك الفستان اللي غتشريو ولا داك المونطو اللي غتشريو. دابا ما كثرش عليكم بلا بلا بلا، اون بليس راني مريضه الله يجيكم شكيت الله عز وجل فريمون الدار كامله مريضه انا والدراري. هاد النهار الدراري تاعي مساكين ما نعسوش بالكحه الكحه الكحه. بون الله يجعلهم مسلم كما يقولوا، وهذا هو وقت اصلا هالحمان هالبرد هالثلج هالشتاء مضعفيش. المهم في النهار يفوتوا كاع الفصول بحال درك الشمس مي معها واحد البرد فريمون. مي بون الحمد لله على كل حال. بون كيما قلت لكم غنشارك معكم هذه هدايا العائله ديالي، خديت جوج مونطوات لوليداتي مونطو مونطو صافي ابخي شي الاخر كلشي للعائله غنشارك معكم. قلت الام ديالي قلت لها بلا ما تعذب راسك، كنت هي عاد شرينا وشرينا شرينا، قلت لها انا غنهنيك من هذه المسؤوليه تاع العائله تاع خوتي وكذا وداكشي، انا غادي نصيفط لهم وصافي داكشي اللي اتفقنا صافي. هي خدات داكشي اللي خدات صحاباتها ليها وداكشي كنعرفو داكشي تاع الخارج القوقة والشيكولات وداكشي، انا قلت لها كسوك انا غادي نتكلف بها. بون انا اللي لقيتو عليه يدي غنجبدو غنوريه لك صافي يلا باش مانجيش نطول الفيديو ولادي بداو يحيدو. بون هذا اول حاجه، هذا منطور الام ديالي صراحه كنت باغيها انها تمشي بيه مي ما كتبش، والله الا كنت باغيها تمشي بيه هكايا جديد وزوين وسخون وكذا مي ما كتبلهاش مسكينه. جا حتى نهار الثلاث هذا كنت صراحه ملي جا الكرتون تاع السبت بقيت متشوقه كنقول يا ربي يا ربي يكون فيه هذا المونطور باش تلبسو ساعه ما كتبش. ما خديت لها مونطور شوفوا كي داير، شوفوا شحال غليظ، شوفوا 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 هذا فريمون واعر البنات واعر واعر. لا كانتي ديالو حمقتني انا بلا خلاني العقل عجبني بزاف، ما عرفتش لا كاليتي واش الضو مزيان ولا نزيد شويه يمكن نزيد بحال هكا شويه. قلت لكم حسن هكا يا المهم مونطو هو هذا هانتوما كيجي زوين او عندو لا كارتوش ديال هادي ماشي ديالي حيت هادشي دابا راني حليتو وكنشفتو عرفو هادي هي اللي كيقولو لها زرب 13 شتو تكون مزروبين هاد الدم اللي كطلعت لي الكاميرا حبست ما بقاش فيها لاسباس. قلت لكم هذا المونطون تاع الام ديالي، المهم مازال عنده لا كابوش غندور عليها في هادو ونوريها لكم. مي صراحه مونطو خطير انا بالو السلسله باش يبان لكم. المهم كلشي غادي تلقاه في صندوق الوصف، ما عليكم غير تضغطوا في صندوق الوصف وغادي يخرج لكم كلشي لو ليان لي ليان كاملين تاع هادشي اون بلوس لو كود برومو كيما قلت لكم الا بغيتو تستافدوا منه. هذا زرب تعطل والله واحد من يكون مزروب زعما شي خطرات كيوقع مع شي صغاله كيقول او يمكنش هو يتبلع عافاك الله ما بغا. بون ما علينا ما غاديش نشد معاه العكس ومونطو لي بحال هكا جمون في الجوب هنايا خطير خطير سخون اون بليس واعر هاكا معجن لاباس يجيوها زوينين.
كنت خديت لها زوج ديك المره بعدا ما وريتهم لكمش صراحه كانت كتلبسهم وعجبوها بزاف. وهذا ستيل جا زوين مع الجلال. خديت هذه لولد اختي قبيه بحال هكايا واعره وهذا هو ديالها كتعملو كيف كيف طمع هذاك الريش فهمتوا. بحال هذا هادو اللي كيكونوا هكا على الجناب. المهم قبيه وفيها هذا تخيلوها مع هذا سخونه صراحه زوينه. نحل لكم الداخل تشوفوا شوف شتو كي دايره سخيخنا من الداخل فيها الجوب هنا وهنا. صراحه عندهم هادشي نتاع الوليدات الصغار عندهم واو تبقي حاره راك تقولي واش ناخذ هذه ولا هذه ولا هذه. واو زوين هذا يونس هو هذه ديالو. هادي عقلتو عقلتو جالو في الازرق هي خدينا في الحاجه في الازرق بوم عاني لا تفرق دري ما لنا في الازرق ماشي مشكل. بوم خويا دا بحال ديال با عقلتو خويا دا هاد لونسومبل بحال ديال اللي خديت البا ديك النهار الا بقيتو عاقلين في اللي كحل اللي قلت لكم خطير غير سارع قبل ما يسالي خدا منو خويا. ولكن كيبان لي انه ماشي بحالو ما عرفت حيت هذاك ديال با كان جاني شويه غليظ عليه العليا اللي صافي طليمات خويا يمكن ماشي هو. المهم خدا قبيه بحال هكايا بها بسروال هادو صراحه هانتوما الدخل شتو كي دايرين مبطنين سخونين هانتوما شوف زوينين هادو. هادو خديتهم لبا صراحه عجبلو بزاف وسخنو في هاد البرد نتاع فرنسا. المهم خويا خدا بحال ولكن انا كنظن انا خديت اللون الكحل مي جا في الزرق. المهم جيسبيغ ما يغضبش نتمنى ما يبقاش فيا الحال على اللون. هادي خديتها لولد اسماء ولد اختي اسماء مصطفى فاش حال زويبنه سخيخنا اختي اللي ولدت في الصيف عقلتو شوفوا واعر واعر عندهم هادشي نتاع الفص صغير واو مغاره مغاره تاع علي بابا واعر بهاد الليقات ديالها وسخونه خديت له طايه كبيره باش يكبر معاه. هادي المصطفى وهادي ديال بنتي ليلي تاع ليال عجبتني حيت قيستها لها جاتها فنه كنت بغيت نلبسها لها اليوم مي قلت استنى نصور معاكم ان شاء الله ونلبسها لها. ها جيب بحال هكا زوينه حلوه. هذا اول كرتون سالينا به رجل هذا الكرتون ما نديش على الغيسه ديالي كتخربق نوريا كما قلت لكم اللي جات على يدي راه غادي هادي خديتها للخوف وأد خديت إن فيست نتاع الجين زوينة خديت جين واعرة اختارها لفؤاد شتو كي دايرة مبطنة لداخل سخونة زوينة واعرة في الكحل خطيرة زوينة. هادي لوسي ياك يقولوا لوسي وتقيلة تقيلة. المهم هادي لوسي عجبتني زوينة زوينة عجبتني. هادي الولد خويا. المهم شوف شتي هادشي كامل راه كل وحدة قلت لها اختاري شنو بغيتي لي كل ولادك باش هكا يخرج من باب الواسع ما نعرفش غادي نقول نختار هادي ولا نختار هادي اللهم كل واحد يختار اشنو بغا. المهم مرت خويا اختارت هادي لولدها هكايا هكا بلاصت كتجي مع قمايج ولا كتجي مع تريكويات بلوتو مع لي بول هكايا ولا لي شربات. انا اختارت لاختي هادي. المهم اختي الاخرى اللي عندها ثلاثة الوليدات المهم واحد اختي ما صاتطليش وقلت نختارها انا على ذوقي. المهم انا فاش غادي يعجبها هادشي اللي اختاريت لها ولا لا. المهم جا كذلك الحله الاولى اللي وريت لكم تاع ولدها تاع يونس وهي اختارت لها هاد المونطو
طلعت لها مونطو في المارو حيت كيعجبها المارو. دير بحال هكا عندو لي يدير بحال هكا مشدودين، جاي ستيل ديالو بحال هكا وطويل عند الركبه، فايت الركبه ها نتوما. وعندو شويه هادو هنا بوفونط بحال هكايا بحال هكا. المهم هادشي كامل كيما قلت لكم غتلقاوه في صندوق الوصف، حيت هادشي راه ما غايجينيش باش نقيسو من غير هاد المونطو، يقدر انه يدخل لي حيت كيكونوا شويه واسعين. وعندو الحزام ديالو ابخش الاخر تاع خواتاتي صح حاجه ما تجيني حتى هي الغليظه تاع الدار. قولي لي نتوما نتوما واش هما الغلاظ ولا الرضاعه؟ المهم انا هي الغليظه. اسماء اختي خدات مونطو، خدات بودون بلوتو، بودون واعره زوينه. هانتوما خدات هاد البودون زوينه وسخونه، عندها القبيه بحال هكا زوينه نسات بحال هكا. المهم خدات اون بودون، راكو عارفين ازرو افران الثلج والبرد، خدات قبيه زي البرد. هذه ديال اسماء، هذه نتاع بنت اختي، هذه نتاع بنت اختي اميمه خدات هذا زوين. المهم كل وحده اختارت واش بغات وانا ارتحيت. حيت باش تاخذي ديك المسؤوليه تاع انك تختاري تقولي ماشي يعجبها ولا ما يعجبهاش، دابا عجبهم ولا ما عجبهمش هما اختاروا. صحتهم وراحتهم يلبسوا بالصحه والهنا ان شاء الله. يا مو انا اختارت لي ولادي ليام، ما فرحه تاع العيان باش نلبسها حيت باغي نلبسهم لهم. ليام خديت اون دودون واعره شحال زوينه سخيخنه، شوفوا كي دايره فنه 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 خطيره. هاد لا دودون تاع ليام عجبتني صراحه اكثر تاع العيان. دودون ليامو اختي مونطو، هذا عنده قفية وسخون حتى هو مبطن من الداخل. انا نوريكم شتو طبطينة ديال المعقول. هانتو شوف تهلاو تهلاو في الوالدين، تهلاو في الخوت، تهلاو في الحباب، تهلاو الله الدين الله والله. حتى حاجه ما تدوم، حتى حاجه ما تدوم من غير حتى حاجه ما تدوم من غير الصحه وش الخير درتيه، سواء في الوالدين سواء في الخوت سواء في البراني سواء والله تهلا وربي تهلا ان شاء الله. الو شنو هنايا؟ هذه ديك ديال ما الفيغور داك اللي كيدار هنايا نتاع هذيك القبيه الاولى اللي وريت لكم، حيت هادشي كلشي جبدتو داك النهار اللي جا جبدتو، بغيت نشوف كيفاش غادي يكونوا جاو. حيت صراحه كنت عكتانه انا هنا الفيديو زعما داك النهار النهار اللي وصلني كلشي، قلت سي بون حتى من بعد صدق حتى لهاد النهار اللي خاصني نمشي نوصل فيه هادشي راه الربعه ما تنجم حتى شي تولي الخمسه ما غادي نوصل حتى شي حاجه. وهذه نتاع ولد خويا نتاع يحيى، هذه زوينه حتى هذه فنه عجبتني زوينه، عندها قبيه بحال هكا. هادو مع لي شيرفات كيجيو زوينين. هادي ديال مرت خويا دار خويا مرت خويا زوينة في هادي في الكحل، بدات يندودون في الكحل زوينة ان شاء الله. خدات اون دودون هكا في الكحل طويله فايته الركبه زوينه زوينه صراحه سخونه. عندها الجيوب هنايا بروتين فيهم والو لا قبيه زوينه في الكحل زوينه. صحتهم وراحتهم. مرت خويا الاخر خدات سيرفيت، سيرفيت هكايا البلو مارين او في البلو والبيض بلو سيال طويله هادي حتى للرجلين تقريبا زوينه حتى هادي عجبتني الستيل ديالها زوين او السريول ديالها زوين
حطوهم وراح تعملي لبسهم بصحه ولا هكا. المهم اي حاجه عجبتكم كما قلت لكم في هادشي كامل غتلقاو في صندوق الوصف. المهم هاك تشوفوني انا كنزرب حيت راني اونغوطاخ. بون هادي نتاع ولد اختي هذا هو ولا تبرع صراحه انا اختاريت له. ايوا هي اختكم كتعرف تختار. المهم هادي نتاع وليد نتاع ولد اختي هادي فيها 3 بياس فيها سروال والقبيه ديالو في الكحل. هذا اونسومبل زوين صراحه سروال وقبيه هانتوما و فيست. شوف شوف والدي شوف والدي احسن حال شوف بس كي دايره واعره واعره. هالو كيفكم دايرين لاباس عليكم؟ عرفوا شحال خطيره خطيره هادو الناس اللي عارفين مايكل سكوفيل كان عنده واحد الماسك كما هذيك واحد ليبيزود ما عرفتش بريزون بريك من خرجوا من الحبس. هذه فيها 3 بيا شوف قبيه وسروال وهذيك فيست. لا فيست؟ واه ثلاثة كيتمشاو اونسومبل واعر. سي تخيك دو فو كمان. اه سي تخي بو. هذا فرانشمون السروال مع الفوق الكحل اوكي اونسومبل مي مع لا فيست سي ترو بيات كيتباعو هكا انا وصافي. بون هادي خديتها عند ولد اختي اختاريتها له انا لهذا ياسر خديت له هادي. تعرفوا شحال سخونه داخل الراشد ديال اختي فيها البرد. ها انت ها انت خالتو تقمط مزيان من البرد واعره زوينه عجبتني. بنت اختي اختارت هذا بنت اختي سلمى شوفوا خدات اس على حساب سلمى زعما او لا كلاس يا اختي زوين واعر واعر بصحه وراحه خالتو. واخر حاجه نتاع خويا لافيست نتاع خويا خدا اون فيست هكا ليجير على حساب ان اكادير ما كيكون فيه هو البرد. بغا شي حاجه اون فيست لي ليجير هكا خفيفه تلبس مع السراوال ولا شي حاجه مع الجين ولا مع الثوب ولا انت داك ستيل بحال هكايا وفيه هنايا الجيب زوينه حتى لا كولور ديالها عجبني زوين. فوالا صافي البنات هذا ما كان. نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم نتمنى لي زارتيكل يكونوا عجبكم. قولي لي كي جاكم الذوق ديالي واش زوين ولا ما زوينش. المهم كيما قلت لكم تهلاو على ما قدرتوا على الاستطاعه ديالكم. الواحد يتهلا ماشي ضروري شي ماركات غاليين ولا هكذا. المهم ان الواحد يفرح الواحد بابسط الحاجات. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك ديالكم الحب ديالكم. كما قلت لكم عجبتكم اي حاجه في هذا الشيء غتلقاو كلشي في صندوق الوصف كتلقاو داك الكود برومو. كما قلت لكم اي حاجه بغيتو تلقاو في صندوق الوصف. نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. الى عجبكم ما تنساوش لايك ديالكم الحب ديالكم التشجيع ديالكم. نقول لكم بغيكم خير ربي خير ربي. نتلاقاو فين فوق في فيديو جاي ان شاء الله. تهلاو في راسكم.